بنبني الحدائق العامه والمدارس والحضانات والاماكن اللي فيها الاطفال عاده، اماكن العاب الاطفال. بنفس الوقت بنبني السيفتي، ارضيات السيفتي بالالعاب بحيث تحمي الطفل من السقوط. وكثير اماكن مشاريع كبيره يعني بنعمل، مشاريع اللي هي الارضيات مع الالعاب مع اللي بيحتويها، اللي هي اذا كانت اسياج او اشجار، لاندسكيبنج، خدمات تجميل الطرق. وعندنا كثير خدمات جديده بالنسبه لارضيات الربر، يعني لسه مش موجوده حتى بالامارات، احنا بنعرضها الجديد، احنا من اول الناس اللي نعرضها موجوده. وهلا عندنا هالمعرض احنا عاملينه بحيث نكون علاقات ونبدا نبدي مشاريع مع بلديه دبي. مع بلديه دبي حاليا في اكثر من 5 6 مشاريع طالعه واحنا عم نبني فيهم مشاريع جديده ان شاء الله بتشوفوها.